تعالوا اخرج معانا، رايحين كلاب مش عارف مين، عندنا الازايز وبتاع. دايما في اللحظات دي تيجي الدقيقة حاجة كده، لحظة كده كام ثانية تفكر اروح الجيم ولا اخرج. اللحظات دي يا جماعة اعتبرها حاجة تنقذ مستقبلك. الدقيقة دي الحاجة اللي هتزرعها، البذرة اللي هتزرعها في الدقيقة دي في مستقبلك هتبقى الشجرة اللي مدياك ظل أو الفاكهة اللي تأكلك. الدقيقة دي اللحظة دي حياتك، ما انت بتفكر اعملها ولا ما اعملهاش، وكل خلايا جسمك بتقولك خليك قاعد في البيت ما تعملهاش، مش قادر. الدقيقة دي يا اما انت هتزرع بذرة هتبقى ظلك بعدين وهتبقى الفاكهة اللي تأكلك، يا اما هتبقى جعان لما تكبر تحت الشمس.